الترند اللي كان حديث الساعة بالولايات المتحدة الأمريكية، طبعا الكل تأثروا فيه، حتى الانتخابات الأمريكية تأثر فيها، وجدول أعمال إن كان باراك أوباما أو ميت رومني حتى كمان تأثر فيها. إنما طبعا كلنا بنفكر إنه المشاهير ما ممكن إنه يتأثروا بهالشيء، ما بعرف ليش. خلينا نشوف ميلاد ورأيه بالموضوع. صباح الخير. صباح النور. كيفك غادة؟ الحمد لله. تمام. اليوم رح نحكي مثل ما قلت عن ساندي والمشاهير يلي عانوا من اعصار ساندي. بس قبل دائما نحن بناس وناس بدنا هيك نشوف شو المسج من وراء هالموضوع. قبل ما احكي عن ساندي بدي احكي عن كمان اعاصيرنا اللي عم بتصير، الاعاصير الدمويه هيك ما بقى. وتفاعل المشاهير معها. يعني ليتلي شفنا بحادثه الاشرفيه، كل اللي شفناه انه المشاهير كانوا عم يكتبوا على المواقع الالكترونيه انه اكس كانت مارقه من هونيك، زد كان مارق من هونيك، وكثير انصابت المغنيه المشهوره بهلع لما سمعت الصوت ببيتها. هيدا ما بكفي، خليني اقول هيدا الشيء. ويمكن لو شوي كنت قاسي كان لازم نطلب، يمكن قبل يطلبوا منا اذن اذا فينا نطلع صوت قوي ولا لا. بتعرفي انا كثير عندي لوم على وعندي عتب على المشاهير اللبنانيه يلي والمشاهير العرب، انه بحجه انه انا بساعد وقت الازمه، ما بدي حدا يعرف اني عم اقدم مساعدات. اليوم العصر تغير، خليني اقول لهم اياها بصراحه، اليوم العصر تغير. اليوم على تويتر اذا عندي 10,000 انا فولورز حيلا انسان عادي، يعني مشهور مثله مثل حيلا كائن ثاني. اليوم ما بقى عندهم شهرتهم، بطلت مواصفاتها مثل قبل، ما بقى فيهم ما يكونوا منخرطين اجتماعيا. صح. يعني اليوم المشاهير مثل ما بيتفاعلوا مع 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 الناس اللي لاحقينهم على تويتر وعلى فيسبوك، بدهم يتفاعلوا اجتماعيا، وهذا الشيء اللي اسمه السي اس ار. يعني مش بس ياخذوا السي اس ار. اليوم اذا بدك مفهوم مفهوم الخدمه الاجتماعيه او التوعيه الاجتماعيه اللي صار عم تطبقه حتى الشركات، بنشوف براندز كثير كبيره هلا بتشوفي بساندي، براندز عالميه رح تروح تساعد. صح. مش رح تساعد بس لانه هدفها انساني، رح تعرف انه في لها مردود لها، تتعلي الفاليوز تبعها، ترجع تقول انه انا بشتغل ضمن معايير هيك. المشاهير لازم يتحركوا بهيدا الاطار. يعني انا كنت بحب انه تطلع نجمه من او نجم من اصحاب الملايين بلبنان، وهلا يمكن يزعلوا انه انا بقدم خدمات بالسر، لا، يطلعوا على العلن ويقولوا انا رح ساهم بأضرار هالشيء لأني أنا مسؤول اجتماعيا مثل حي الله فرد من أفراد المجتمع، لأنه متمكنين. صح. ولأنه عندهم الملايين. وأنا عم قلهم هيك مش لحتى هلأ بزنس يقولوا ومنا هي، يعني هنا بيقولوا أنه نحن بتقاليدنا وعاداتنا أنه واحد كأنه عم يعمل حسنة مع الناس وشايف حاله أنه إلى آخره. بس اليوم ما بيعرضوا صورهم، ما بيعرضوا صورهم أنه والله اليوم اشتريت هذا البوت بكذا مليون دولار على تويتر. ليش ما بدهم يقعدوا لما بدهم يساعدوا العالم؟ ما بفهم انه بيروحوا بيتصوروا مثلا صور او انه بيوحوا لنا انه هن عايشين برفاهيه مطلقه، انه مثلا نجمه بيتها ب 10 ملايين دولار وانه بتلبس ب 17 مليون دولار، ليش بهيدا البارت ما بيستحوا يحكوا عن اموالهم وعن مدخراتهم ببارت المساعده الاجتماعيه؟ انتبه انا عم اقول اول شيء عم اقول لانه هيدا لهدفهم. يعني هن تنحكي حقيقه ما حدا عم يشتري البومات، يعني ما يجوا يقولوا لنا انه لحقينا لا عم يشتروا البومات. الشهره تبعتهم تغيرت كثير، نحن صرنا بعصر لازم يلحقوا حالهم، ينخرطوا اجتماعيا ليبقى لهم فولورز، لانه اليوم الرول مودلز تبعول الشبيبه، يعني هالجنريشن الجي اللي راجعه للطبيعه، راجعه للايام، راجعه للفاليوز، ما رح تختار اكس او ايجريك بس لانه صوته حلو. بقى ذاتس واي نحن انا حبيت بهيدا هيك عم نشوف وقت عم بيصير في اختيار مثلا سفير نوايا حسنه او الى اخره، او يعني عم بيكون من هالاشخاص المشاهير جدا جدا يلي عنده تاثير على عنده تاثير 100%. ايه وحضوره عم بيكون يعني 100%. يمكن الاسبوع الجاي نحكي عن هيدا الموضوع، ومين السفراء اللي استغلوا عن جد هالمنصب ومين يلي ما عملوا شيء. انه معلش انا بفتكر انه انجلينا جولي تجي من اخر الدنيا لهون، بفتكر لازم كثير من النجوم العرب يستحوا انه هن ما استخدموا هالمنصب مثل ما استخدمتهم السيده جولي. جولي خلينا نشوف، رح نشوف نحن مشاهد من هالاعصار. عم نطلع ازمه وقت الجاي. جولي
هلا هي أزمة سياسية كانت عاملة. بصير الكل بيقول يا ريت عنا اضطرابات تضل عنا جولي. عم نشوف مشاهد من هالآثار عن جد يلي كان إذا بدك كان شكل حالة صدمة وما رحم أبدا للمشاهير ولا شعائهم الفخمة يلي غرقت تحت المي مثل ما عم نشوف بهالصور. وغادى شعر العديد من المشاهير بتداعيات الأزمة. من بيناتهم رح نبلش نحكي عن عضو فريق نيو كيدز أون ذا بلوك دوني وولبرغ. دوني هو طبعا عضو سابق بفريق نيو كيدز أون ذا بلوك يلي قال عم يعني ظهر بشريط عم يتنقل بشقته العائمة بالمي. وفينا يعني كان نشوف انه الأجهزة المنزلية كانت عم بتطوف بمطبخه، ولكن لحسن الحظ غرد وولبرغ على تويتر وقال انه بأمان وسلام، نشكر الله بسلام. وأضاف انه ما تقلقوا والأغراض المادية هي تافهة، بس عرفوا اطمئنوا على يلي بتعتبرون عالقين مثلي بالعاصفة واحرصوا على سلامتكم. هيدا من تويتر، هيدا اللي شفناه من تويتر. كمان الممثل العالمي أليك بولدوين كمان على تويتر غرق انه هو وزوجته انحرموا من التيار الكهربائي وانه ممكن انه يغادروا المنزل للإقامة بفندق. كمان النجم العالمي بيرس مورغان فأذهلته قدرة المدينة على الصمود بوجه الكارثة، وغرد الممثل البريطاني بالقول انه لابد من ان نقول انه سكان نيويورك اقوياء. شوفي كيف يعني اليوم وقديش المشاهير كان لازم يجي لعنا يشوف سكان لبنان شو اقوياء بقطعة الكهرباء. اي والله. غدا شوفي انه كلهم عم يعوزوا تويتر، يعني كله يعني عم يعوزوا هالسوشيال ميديا لحتى يعبروا عن مواقفهم. كمان المغنيه كاري اندروود فغردت بدوره وقالت انه ساندي امراه غاضبه جدا. وهون بدنا نتوقف تنشوف يعني غريب كيف لعصير بيسموهم باسامي نساء، ما بعرف ليش بسميينه ساندي. سألت بها هذيك المره لانه اجمالا كل شيء هيك عصير بسموها باسماء سيدات تبين لانه كثير قوية. انا بقول يمكن لانه اتقي شر المراه عندما تغضب وتثوري الطبيعه لانه عند كاري اندرود قال انه ساندي مثل ما قالت انه امراه غاضبه جدا، وقالت انه ببعت كل صلواتي وحبي لكل يلي عم يوقف بسبيله، حافظوا على قوتكم. ويعني كمان مثلها كمان كريستي الي ظهرت المشاعر نفسها، قالت انه انا حزينه جدا على هالاعصار ويلي خلف الكثير من الدمار ولابد من التنظيف بعد الكارثه. اكيد. بس بتلاحظي كيف الستيتمنت كله بوزيتيف، يعني كله ايجابي، انه بدنا ننظف بعد الكارثه. لأنه بنظرهم يعني الحياة أول شيء بتستمر، تاني شيء يعني إذا واحد بده يضل غرقان بالأزمة وبأنه إيه إجا ساندي وما رأيت علينا ساندي وشو هالعاصفة وشو صار فينا، بواحد بصير بفوت بدوامة الشعور السلبي يلي بيوديك لمحلات كتير بشعة. كمان نجمة التلفزيون الواقع نيكول بوليتزي أسفت للدمار يلي سببته ساندي بمكان تصوير البرنامج الشهير يلي عم بتشارك فيه وهو جيرسي شور. وأخيرا ليدي غاغا يلي بكل عرس إلى قرص فغردت ليدي غاغا على موقع تويتر، قالت إنه طفولتها تغرق تحت المياه لأنه بعد ما يعني بعد ما تضرر منزل عائلتها من الأعصار. كمان يبدو إنه ساندي ما رحمت ليدي غاغا. كمان بالنسبة للمطرب الأمريكي الشاب جيس ماكارتني يلي عبر عن أسفه لغرق منزله بنيويورك تحت المياه. ما كانوا متوقعين، يعني في اشخاص ما كانوا حاسبين انه هالقد عن جد رح يصير الضرر كثير كبير 100%. انه واحد بفكر انه طيب اوكي قوي شوي الهواء وشتت نتفه زياده عن اللزوم ولو ما نحن مجهزين وطرقاتنا والى اخره ونحن نيويورك ونيوجيرسي والى اخره، هيدي كلها يعني ما فيك تقول انه منا مجهزه، فكانت الصدمه عليهم كثير قويه 100%. بس كمان مش عم نقول ما في حدا اقوى من الطبيعه، لا طبعا غضب الطبيعه، حدا بيقول لك غضب الطبيعه وقت اللي بتغضب 100%. بس كمان الصحافة كتير حكت عن قديش المشاهير عن جد كانوا بهالفترة ولولا كلمة يعني ولولا انه هيك قديش كانوا متضامنين بهيدا الاطار. هلا نحن لحتى ما نكون، ما بدي اعمل مقارنه، بس انا شفت على تويتر عدد كثير كبير من النجوم رفعوا الصلوات مثلا وقت انفجار الاشرفيه، عبروا عن حزنهم، عبروا عن نزلوا راحوا عبروا عن اسفهم، عملوا كونسير كمان بالمية. حتى يكون في بس ما التضامن ما بيكفي غاد. عن جد ما بيكفي. ويمكن نحن اليوم معلش اليوم اليوم صرنا بعصر عن جد كل المفاهيم عم تتغير، حتى مفاهيم الشهرة مفاهيم النجومية عم تتغير. نحن اليوم برجع بكرر كلنا مشاهير،
مش عندنا فيسبوك وعندنا تويتر؟ لا. اذا عندنا انت ما عندك بس لطالما عندنا فيسبوك عندنا تويتر يعني نحن مشاهير. جوجل اليوم اذا بحط اسمي على جوجل وبيعطيني يعني انا مشهور. سو بقى لتحافظوا على شهرتكم لازم تنخرطوا ويكون عندكم مسؤوليه اجتماعيه تجاه ناس الفولورز، لانه والا بيروحوا عند ناس غيركم. مزبوط. هي القصه مش بس انه ما عم يكسبوا، عم يخسروا. عم يخسروا يعني مش معادله انه بعدنا محلنا. عم يخسروا وعم يتسخف دورهم، يعني عم يتسخف دورهم وعم يتسخف اذا بدك حضورهم، لانه ما بفهم انا انه حضورهم مش بس يعني فستان حلو وكليب حلو وهيك اغنيه بنسمعها اول يوم وثاني يوم بننساها، او اغنيه وطنيه مثلا وقت اللي بيصير في شيء مثلاً يعني بيركض يعمل اذان. حضورهم اقوى من هيك، ويمكن لسبب انه هن ليش؟ لانه هن عم they give back، لانه هن من وين جابوا هالاموال؟ مش من هالناس اللي حبتهم؟ صحيح. مش من يعني هني عم يرجعوا يردوا. التضامن، لما نقول تضامن اجتماعي يعني هيك لازم يكون يتمثل بكل هالتفاصيل هيدي. انا بدي قبل ما نختم اليوم كمان احكيك عن احد المشاهير. كيفك انت وكوفي انان؟ كوفي انان وتجربته الكبيره. كوفي انان كامين عام للامم المتحده السابق. اكيد بقى هالتجربه الكبيره يلي عمرها تقريبا 40 سنه اليوم عم بيحطها بكتاب Interventions Life in War and Peace. أوف. لانه بهالأربعين سنه جرب انه كثير يحل الامور ويعني حضر كثير من المعارك. عم بيقول اذا عم بيحكي من بعد 40 سنه خدمه بالامم المتحده عم بيشاركنا بهالتجربه هيدي الفريده. عم بيحكي عن الهجمات اللي صارت بسبتمبر 11 سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية. عم يحكي عن الحرب على العراق، على أفغانستان، عم يحكي عن الحرب بين لبنان وبالتحديد حزب الله عم بيحط وإسرائيل بفترة أكيد 2006. عم يحكي كمان عن الكونفليكس اللي هن بالصومال، برواندا، ببوسنيا وغيرها كتير من الأمور. عم بيحكي كيف خلصت الحرب الباردة وهل فعلا خلصت ما خلصت، يعني كل التساؤلات حول موضوع الحرب الباردة، وأكيد شو كان دوره بهالمواضيع هيدي كلها. هل بيعتبر هيدي امور انحلت ما انحلت او كيف انحلت؟ هل هي بعد مثل ما بنقول في رماد تحت تحت الجمر؟ في جمرة تحت الرماد بالضبط. هو على كل حال اكيد يعني هالتجربه هيدي الكبيره اليوم قرر اكيد انه ينقلها بالكتاب. حيكون كثير قوي لانه بالنهايه شخص عاصر كل هال تخيل 40 سنة شو واحد شاف عم بيحاول كمان يحل الامور بدبلوماسيه، يعني حل النزاعات بطريقه دبلوماسيه. غاده بفتكر منه هين بيحمل كثير كمان من الاسرار وبوقت ما بتنقال. يعني تخيلي انه وقت بيحل بطريقه دبلوماسيه ما في يجي يولع يصب مثل ما بيقولوا الزيت على النار. لا بس هلا يمكن بكتابه بيكشف كثير من الاسرار. بيكشف هلا طبعا كل نعرف انه كل الدبلوماسيين وقت بيجي وقت وبيقطع العهد يمكن يلي كانوا فيه بفشوا خلقهم وعم ينعرف كثير اسرار من وراء هيك كتب عم تنقل سيره ذاتيه اذا بدك وتجارب كثير حلوه. هذا كان اذا كتابنا يلي اليوم حبينا نخبركم عنه. كمان مره بريك صغير وبنرجع نتابع فقره.